غازي المحله عنده مهمه كبيره جدا مع حرس الحدود في الساعه 7 مساء اليوم باستاد المكسب الاسكندريه ضمن مباراه دور ال 32 لكاس مصر. غازي المحله اقترب اقترب انه يكون عنده جاهزيه لنيجيري تشارلز باسي مهاجم الفريق من المشاركه في اللقاء بعدما شارك في التدريبات الجمعيه عقب الانتهاء من معسكر منتخب بلاده للشباب اللي استمر 14 يوم. وطبعا ده لعيب مهم ويفرق كتير جدا مع المحله عشان يلعب معاهم ان شاء الله باذن الله هذه المباراه. طبعا كاس عالم الشباب بيقام حاليا في الارجنتين. يعمل محمد مكي المدير الفني على النظير الثاني فريق حرس الحدود تصحيح مساره والبحث عن النتائج الجيده من بوابه الكاس، طبعا لان خلاص هبوطه اصبح مجرد وقت في الدوري. مركزه طبعا غير مرضي، المركز الاخير برصيد 16 نقطه، جمع من 6 لقاءات فيهم 6 فوز 7 تعادلات هزيمه 17 مباراه. طبعا نتيجه صعبه جدا وغير مرضيه لجماهير ومحبي وقياده ومجلس اداره حرس الحدود. ما زلنا في كاس مصر حيث يلتقي فريق انبي مع نظيره فيوتشر في 9:30 مساء الاحد باستاد السلام في لقاء دور 16 من بطولة كأس مصر هذا الموسم. اتغير الملعب من السلام لبطر سبورت. وصل الفريقين طبعا لهذا الدور بسهولة كبيرة بعدما حسم كل منهما، سواء فريق فيوتشر تأهل على حساب طلاع الأسطول في دور 16 وكسب 4-1 لواجه إنبي، أما اللي تأهل على حساب لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32. إنبي عاوز يغسل أحزانه بعد السقوط أمام الأهلي في اللقاء الأخير في بطولة الدوري المصري، بينما يأمل فيوتشر لمواصلة صحوته بالبطولات. يعني بيحتل المركز الثالث في الدوري ووصل لدور 16 بكأس مصر، عنده نصف نهائي بطولة كأس الرابطة وهو بطلها. ففيوتشر هذا العام بيقدم عرض فوق الممتاز ونتائج وأداء ويعني قوة وكرة حلوة مع كابتن علي ماهر.